قاسم سليماني يا عم الغنم. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. الرد على دماء قاسم سليماني وعبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. سنواصل الطريق لنقضي على دماء الشهداء.